طيب احنا معانا على التليفون ايضا دكتور هبه البشبيشي، مدرس العلوم السياسيه والباحث في الشؤون الافريقيه. اهلا بيك يا دكتور هبه. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله كله تمام. دكتور هبه، قولي لي افاق التعاون ما بين اشقائنا الافارقه وبعضهم البعض لانجاح هذا المشروع، مساله انه يبقى في صحه افريقيه متكامله مع بعضها البعض. هل احنا كلنا، مش هألقي بالأمور على كتف ونترك الكتف الآخر، هل إحنا كلنا مستعدين لتخطي تبايناتنا ولا لا؟ الأول خلينا أقول عود أحمد لإفريقيا. الحمد لله. خليني أقول لحضرتك كمان إن أنا بكون ممتنة جدا للسيد الرئيس وفخورة بأدائه الحقيقة في القارة الإفريقية. خليني كمان أقول إن مصر دوما هي بتحمل يعني زي شعلة للحضارة كده في القارة الإفريقية. طبعا كون إن يكون في تفكير من القيادة السياسية المصرية تجاه الدول الإفريقية على هذا المستوى، المستوى الصحي والتعامل مع القطاع الطبي والصحي في إفريقيا، الحقيقة دي نقلة نوعية للدولة المصرية من خلال التعامل مع الدول الإفريقية أو القارة الإفريقية عموما. الحقيقه افريقيا يعني دوما هي مشهوره بفكره الامراض المتوطنه، عندنا قطاع صحي يعني هش الى حد ما. الحقيقه فكره الفيروسات اللي بتهجم على افريقيا امر احنا معتادين عليه وبندرسه بصوره يعني الجغرافيا السياسيه لافريقيا متعارف عليها. الحقيقه كمان خليني اقول ان هناك بعض المحاولات اللي ظهرت في القاره الافريقيه ويمكن ده احنا رصدينه كباحثين لبعض الدول زي تنزانيا، زي النظام الصحي في بروندي، زي جنوب افريقيا، بتحاول تعمل عمليه نهضه او انتقال من النظام الهش للتعامل الصحي الى مقاومه الامراض المتوطنه. حلو. وانشاء مراكز حقيقي يعني لمكافحه هذه الامراض والتعامل معها بشكل او باخر. كمان يمكن فكرة شرق إفريقيا هي المنطقة، منطقة حوض النيل وأمراض حوض النيل هي مشتهرة جدا في العالم الخارجي وبره وبتدرس ومعروف عنها أن هذه المنطقة هي منطقة إفراز للأمراض المتوطنة وأمراض وبائية، وبالتالي لابد من المكافحة بصورة أكثر يعني ديناميكية وتحرك من خلال الموارد المتاحة زي ما أشار السيد الرئيس النهاردة. الحقيقة اللقاء كان عظيم، شفت كلمة السيد الرئيس لأنه عنده معلومات كثيرة عن إفريقيا، تحدث عن كيفية مواجهة يعني القطاع الصحي الهش لإفريقيا. كمان مصر دايما بتقوم بدور قيادي، شفنا النهاردة المبادرة اللي أطلقها السيد الرئيس، الحقيقة أنا ممتنة جدا وفخورة بيها، معالجة أو يعني فيروس كورونا التبرع بأمثال الفيروس. الحقيقة في تحول مصري كبير تجاه القضايا الملحه لافريقيا، كنا الاول بنتعامل على انا محتاج ايه من افريقيا، الحقيقه دي كانت الصوره الثابته عند السياده المصريه فيما مضى في التعامل مع افريقيا، ان انا محتاج ايه من افريقيا، لكن الحقيقه النهارده هو في تحول نوعي، احنا بنتكلم الافارقه محتاجين ايه؟ طب ليه الافريقي بيروح بره لامريكا وللولايات المتحده ويروح للاتحاد الاوروبي يدور على اللي ممكن يكون موجود شبيه ليه ولكن بصوره اقل في مصر مثلا، ليه ما اديلوش اللي هو محتاجه؟ الحقيقه البلان اللي معموله للتعامل مع القضايا الافريقيه بصوره او باخرى هي مشرفه في الوقت الحالي لينا كباحثين ومتخصصين في الشؤون الافريقيه. خليني اقل على جزء ثاني للمؤتمر ده او يعني الاهتمام بالقطاع ده، ان قبل كده ما كانش في حاجه اسمها مؤتمرات طبيه خاصه بافريقيا. افريقيا كانت بتحضر المؤتمرات الطبيه الاوروبيه والامريكيه، ها، لنقل هذه الافكار المختلفه للدول الافريقيه. الحقيقه النهارده احنا بنشوف ممكن يكون في تجارب افريقيه حقيقيه على الارض زي مصر، عملنا تجربه حقيقيه في مكافحه فيروس سي، وبالتالي يعني شفنا يعني رئيس منظمة الصحة العالمية بيشيد بالتجربة المصرية فكرة مكافحة الأمراض الأوبئة المتوطنة. الحقيقة فيروس سي كان بياخد تصنيف في مصر أنه من الأمراض المتوطنة، والنهاردة شفنا أن في محاولة لمكافحة هذا المرض بأيدي مصرية بصناعة دوائية مصرية. الحقيقة كل دي سكور بتسجل في يعني في الجول لمصر، مصر حققت جول كثيرة في الهدف ده، أو أن قضينا على الفيروس بعلاج مصري وبأطباء مصريين وبمكافحة مصرية، كل ده طبعا نقلة نوعية. كمان ممكن نقول إن هذه التجربة لو تم نقلها لعدد من الدول الإفريقية في مكافحة الأمراض المتوطنة الشبيهة بأمراض الكبد، ها، وهي متعددة A و B وأكثر من فيروس، يعني
هنقدر نوصل لان يكون المواطن الافريقي عنده كبد سليم. دي يعني اعتقد انها نقله نوعيه، خاصه في منطقه شرق افريقيا. انا عندي لزم علاجيه منهاره او يعني صحيه منهاره في عدد من الدول، اولا اثيوبيا، كينيا، رواندا، دي دول منطقة شرق إفريقيا تعاني معاناة كاملة مع الأمراض المتوطنة. أيضا مرض النوم أو سيب سي اللي احنا عارفينه في إفريقيا أيضا من الأمراض اللي بد من مكافحتها. الحقيقة فكرة القطاع الطبي في إفريقيا، يعني احنا قلنا إن إفريقيا هي أم الأمراض على مستوى العالم، والحقيقة إفريقيا هي أم العلاجات. خلينا نقول إن كل العلاجات اللي ظهرت حتى في الطب كانت التجارب السريرية ليها والتجارب المعملية ليها في إفريقيا. وبالتالي من حق بقى المواطن الإفريقي اللي عدى عليه كل هذه التجارب وكل هذا الألم والأسى، إن يعني زي ما حضرتك قلت في المقدمة بتاعتك، القارة الإفريقية العظيمة. الحقيقة إفريقيا عظيمة بكفاح أبنائها، إفريقيا عظيمة بقيادتها، إفريقيا عظيمة بمحاولة الانتقال من مصاف الدول المتلقية إلى الدول التي يعني تهاف كرييشن، عندنا كرييتيف ابداع. احنا بنخلق الحاجه، بنعمل الدواء، بنعمل ده بايدينا بمواردنا المتاحه. الحقيقه ده مهم جدا ونقله نوعيه في قطاع الصحه وقطاع الدواء بالنسبه لافريقيا. ده كلام اكتر من عظيم بالنسبه لي. يفضل الاجابه بتاعه السؤال، هل ال 54 دوله مستعدين؟ ما انا مش عايز مصر تقدف لوحدها. مستعدين لتخطي التباينات؟ ولا مصر بتقدم مبادرة، يعني خلينا أوصف الوضع. مصر بتعمل مبادرة حقيقية تاريخية تحسب لصالحنا، لكن فكرة الإيرادات السياسية يا أستاذ يوسف، ما احنا اتفقنا قبل كده إن إفريقيا عندها كتير، ولكن الإرادة السياسية زي ما تحدث عنها السيد الرئيس النهاردة، قال احنا عندنا موارد قليلة لكن عندنا إرادة قوية لن تلين. يمكن ده يكون مش موجود في كل الزعماء الإفريقيين، يمكن يتفق من يتفق ويختلف من يختلف، لكن تظل مصر هي الرائدة، تظل مصر هي أول من قامت بهذا المعرض الطبي، تظل مصر هي اللي فتحت المجال، وبناء عليه أعتقد أنها تتوالى التوافقات ما بين الدول الإفريقية وبعضها. يا رب. أنا مشكورك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك يا دكتور هبة البشبيشي، مدرس العلوم السياسية والباحث في الشؤون الإفريقية.